الله الرحمن الرحيم. نجلس باستقامة العمود الفقري، جلسة مريحة، اللي ما بيقدر مو مشكلة، يفضل استقامة العمود الفقري على الأرض على كرسي، إرخاء لكل الجسم، مراقبة التنفس شهيق وزفير بهدوء بانتظام بإيقاع منضبط. شهيق 4 عدات، حبس الهواء 4 عدات، زفير 4 عدات، بدون هواء 4 عدات، من جديد شهيق، حبس النفس، زفير بدون هواء، بعدين شهيق، حبس النفس، زفير بدون هواء، اللي بيحب يغمض عيونه أفضل، وتحدث المعلم فقال: الكلمة قد نطقت بها لك، والوصايا قد أوصيتك بها، الآن عليك بالتنفيذ. إن التعليم دون الممارسة هو شجرة بلا ثمار، وكم سيكون أسفك شديدا إن لم تضع التصميم والإرادة قيد التنفيذ. وحيث أنعم الله عليك بالطريق، سر عليه ولا تحد عنه، ولو كبوت 1000 كبوة وزللت 1000 زلة، ولكن أي شيء سيقف عقبة كأداء في وجه من عقد الفؤاد على بلوغ المراد؟ وعندما تقف وحدك سيكون الإله رفيقك وصديقك وموجهك وهاديك وملهمك ومواسيك على الطريق. أليس من الحكمة أن تهجر كل شيء ولو داخليا إكراما للشعور بالحضرة المقدسة بك وبمن حولك على الدوام؟ وعندما تهجر الطبيعة فإن الطبيعة ستظهر ببهائها وجمالها لك، وكل شيء ستراه بالمنظار الروحي، وحتى ورقة العشب
ستتحدث إليك عن عظائم الروح. وستنام على أسرة السلام وتستيقظ بالفرح والابتسام. الجبال سترقص أمام ناظريك، وأشجار الحقل ستصفق لك بالأيادي. وعندما تكون قد تركت كل شيء وسرت على الدروب المغفرة، تذكر إذ ذاك أنني أكون بجانبك دوما، أراك من حيث لا تراني، وأرعاك بقلبي وكياني. وستكون قريبا جدا جدا مني، وستنفتح بصيرتك وتتنقى سريرتك، وستعظم قوة إرادتك ويشمل كيانك الكون بأسره، وستتوحد مع كافة الأشياء في الأرض وفي السماء. الترك يا بني هو الطريق الأوحد، تصور أنك ستغادر هذا العالم اليوم، فلا تأسى على شيء ولا تتحسر على ما تفكر أنك محروم منه. ومهما نشز الجسد وشق عصا الطاعة، اعلم أنه لا بد سيضحى به يوما ما قربانا للروح. يجب أن تتغلب على فكرة الجسد، لأنه لا يمكنك أن تسير على الطريق بهمة باردة فاترة وتأمل النجاح في الوقت نفسه. ولكن بمقدورك أن تستقصر الدرب وتنال الأرب بإخلاص النية وصدق الطوية. انتهز الفرصة واغتنم المناسبة، فإن استطعت أن تبلغ ما تريده بوثبة واحدة عليك بذلك. انقض على نفسك انقضاض النمر على فريسته، لا ترحم طبيعتك المادية، وكر الرغبة عدو الحكمة اللدود. عندها ستسطع في كيانك أنوار الروح المشرقة السنية، ويا بني لا تأبه ولا تكترث بالتفاهات. وماذا يهم بعد أن تكون الذات العظمى قد تحدثت إليك؟
تهتم بالوحدة لا بالتعداد. ويا بني لا تأبه ولا تكترث بالتفاهات، ماذا يهم بعد أن تكون الذات العظمى قد تحدرت علي؟ وتذكر أنك عدو نفسك وصديقها الحميم، فبضربة واحدة يمكنك أن تقطع قيود النتائج السابقة وتحرر ذاتك. وعندما يتيقظ في كيانك الحماس اللازم، سوف تصبح المهمة هينة ومحتومة، وبركاتي ونعمتي معك على الدوام من أجل بناء شخصيتك التي هي شخصيتي، ومعرفة نفسك التي هي نفسي. ثق يا بني، وستتحسن الأمور وسيشرق عليك النور. ولماذا تهتم بآراء الآخرين نحوك؟ فمن أي ناحية سيساعدك هذا الاتجاه الفكري؟ فما دمت تطلب احترام الآخرين لك، دام الزهو ودامت الكبرياء في قلبك. كن بارا ومخلصا، ودع الآخرين يقولون ما يقولونه عنك، فلا تأبه لما يقولون وما يفكرون بك. لا تضيع الوقت في الكلام التافه الفارغ، الاختبارات ستعلمك الدروس. اعتمد على نفسك، اطلب العون من روحك وليس من الآخرين. إن إخلاصك سيجعلك راسخا كالطود، ورسوخك سيأخذك إلى الغاية، وإخلاصك سيجعلك أيضا عازما مصمما. وعزمك وتصميمك سيبددان منك الخوف ويغرسان بك الشجاعة. بركاتي معك إلى الأبد، بركاتي معك إلى الأبد. ناخد شهيق، نشهق أثير روح نورانية الحروف بالزفير، عم نطرد وهم الأنا. الشهيق عم ننشط الروح فينا بالزفير، عم ننشط طرد الوهم
تشيق من جديد، نبدأ بنحس بوجودنا الحسي أكثر، نعقد العزم على تطبيق فحوى هذه التعاليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.